السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة نور. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة وزوينة واكيد غتعجبكم، والمكونات موجودة في اي منزل، ولكن اليوم اتقدم لها لكم اختي، هي اللي كتستعمل هذه الوصفة بزاف، ودائما في ما كنجي عندها كدير لي ماسكات، عندها مع هذه الماسكات، وعليها اليوم جيت قلت نشارك معكم الماسكات اللي كدير اختي، كيجيو رائعين وكيعطيو الاشراقة للوجه وكيوحدوا البشرة. ودابا نخليكم مع اختي هي اللي غتقدم لكم الوصفه وتقول لكم اش كدير ليها وكي كدير الطريقه اللي كتستعملها. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين؟ مزيان؟ كي دايرين مع الحراره؟ كلشي بخير هانيين؟ مرحبا بيا عندكم. المهم انا اليوم جبت واحد الوصفه انا ديما كنديرها، ولكن جبتها لكم. انا فيما كتجي عندي الاخت ديالي كنعطيها وصفات، انا عندي مع الوصفات الطبيعيه كيعجبوني، كيعجبني داكشي طبيعي، ما شي حاجه فيها الكيماوي ولا شي حاجه ما كايناش عندي، انا عندي لكم داكشي طبيعي. وهاد الوصفه هادي راها كتوحد البشره وكتعطي اشراقه بالنسبه للبشره الجافه وبالنسبه للبشره ديال الدهنيه. المهم هذه كتواتى مع جميع البشره. المهم انا نقدم لكم هذه الوصفه، ونتمنى نتمنى تعجبكم، واللي جربتها تخلي في الكومنتير واش عجبتها ولا ما عجبتهاش. المهم بسم الله نبداو هذه الوصفه هذه. المهم المكونات ديال هذه الوصفه هذه، كنحتاجو مايزينا، كنحتاجو هنايا الخرقوم البلدي، يعني كل واحد شنو كيقولو في المنزل ديالو شنو السميه ديالو. عندنا هنا الماور، عندنا هنا العكار الفاسي، ممكن ان المايزينا. المهم هذا العكار الفاسي راه رخيص، وراه يعني عند اي عطاي مشيتي عنده غادي تلقاه عنده، اكيد راه شي 5 دراهم يمكن هكايا. المهم نبدا لكم الوصفه، كنشدو هانتا على قياس اللي بغيتي، قدرت تكون انتي اختك باغا تصايبيها انت بوحدك، على انت وقياس ديالك. انت كناخذ واحد المعلقه ولا شي نزيدو شي شويه ديال حرقوم البلدي، وهنا كنزيدو مايزينا نفس القياس. دابا انا كنقول لك على حساب الكميه اللي بغيتي انت. هنايا كاين اللي كيبغي يصاوب هكا الماسك هو اختو هي والوالده وديالها، انت وما بغيتي. هنا العكار الفاسي ما نصاوش بزاف، هانت شي هذا المقياس ديال العكار الفاسي، حيت كي دغيا كيعطي واحد اللون. نخلطوه مزيان هكا حتى كتجانس ديك المكونات مع بعضياتها، حيت قد ما تجانسات قد ما كتعطي واحد المفعول. المهم ملي كتخلطي هكا كنديرو الماورد، كنديرو على حسب باش تجينا ديك الكميه، كتجينا بحال بوماد. انتي وقياسك ما تدفعيش دفعه وحده، هاد المواد ما تكبيش دفعه وحده، انتي بشويه باش تعرفي القياس ديال. الصراحه الصراحه كيجي زوين، كتحسي بواحد الرطوبيه في الوجه ديالك ملي كتغسلي يديك وتغسلي. واللي مثلا او ثاني كاينه ثاني اللي كيبغي حتى يدير هكايا تقشير الوجه، دابا ندير لكم الماسك ديالو مع القهوه والسكر، كاينه بزاف ديال الماسكات باش تقشري وجهك الا كنتي يلا خرجتي من الحمام بلا ما دير هذاك تقشير الوجه. صافي نيشان خرجتي من الحمام ديري هذا، حيت داك تقشير الوجه كي داك الا كنتي يومين هكا 3 ايام هكا ما مشيتي للحمام ولا شي حاجه غير وجهك كتغسليها في الصباح، ديري تقشير الوجه. المهم ها كيفاش كيجي، ها كيجي بحال كريمه بحال بوماد. هذا كيجي اليدين، كيجي الوجه، كيجي كيعطي واحد الاشراقه زوينه واحد الرطوبيه. عاد جربيها وغادي تكتبي لي في الكومونتير واش عجباتك ولا لا. هانتوما هيا غادي نوضعوه على اليدين تشريبه، غادي تخليه هكا واحد ثلث ساعه 25 دقيقه هكايا، ما بين 4 ساعة وما بين 25 دقيقة، ما بين يعني ما بين 4 ساعة و 25 دقيقة تخليه ديك المدة هكاك، وديك الساعة تغسلي وجهك بالما دافي. هانتي غادي يعطي واحد الإشراقة زعما غادي تشكروني عليها، أنا ما عارفة راسي غادي يشكر. وغادي نجيب لكم الوصفات خير إن شاء الله، إن شاء الله فيما تجي عندي غادي نعطيكم وصفات طبيعية. بالنسبه اللي عندها هكايا التصبغات في الوجه ديالها، اللي باغات ترطب الوجه ديالها كان عندها جاف،
هو صالح حتى للترطيب وجميع البشره، زعما ماشي نقولوا لا غير حيت البشره هاديه جافه نديروا، لا هذا راه جميع البشره زعما، ولا عندها شي وحده الحساسيه ما كايناش هنا شي حاجه كدير الحساسيه ولا على حد الموارد، الا بغات شي وحده كيما عندها الحساسيه من الموارد دير الماء ديال الخيار، كنحكوا الخياره هكا. من بعد ما غسلت يديها ها نتوما يا دهنيها بشويه الزويته، اي زويته كانت عندك يا زويته هذه احنا اللي عندي زويته ديال زيت ارغان التجميل، المهم تاني زويته ولا اي كريم شي كريم عندك هكا كدهني به صافي. ها نتوما النتيجه كتحس بالرطوبه والتوحد اللون. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هانيه، كي دايرين مع الحراره؟ عواشكم مبروكه، تدخل لكم الصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الصابلي مالح، هاد الصابلي كيجي زوين هكا ديروه في الاعياد ولا في الكوتيف، يعني كيجي زوين والمالح هكا اللي كتعجبو الحاجه مملحه. المهم هاد الصابلي هذا كنحتاجو فيه 500 غرام ديال الطحين الدائر الابيض، وكنحتاجو فيه هنا الفرماج اللي بغيتي، ماشي ضروري انك تكون تعمل العبار ديالك، الفرماج على حسب انك على حسب المذاق اللي كيعجبك الفرماج، واش كيعجبك المذاق ديالو بزاف ولا غير شويه، الا بغيتي كثري فيه كثري، ما بغيتيش عملي غير شويه. انا هنايا درت هنايا شي 200 غرام، درت هنا 400 غرام ديال الزبده مخلطه، الزبده ديال لاباط ولا ديال اللي بغيتي، الزبده ديال الطريق، المهم تكون هكا رطبه ما تكونش في الثلاجه. كنديروا هنا شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، خماره حمراء وحده، كنسمو شويه بالسحتار، وواحد ربع كاس ديال الزيت، الا بغيتي ديري ديال المائده ديريه، بغيتي ديري ديال البلديه ديريه، حتى البلديه كيجي زوين. كديري شويه ديال الحار، كندير هنايا جوج مثلثات ديال الفرماج وحده كيريه، انتي وما بغيتي، بغيتي ديري ثلاثه بغيتي ديال المثلثات ديرو مع انايا، هادو كيعجبني نخلطهم باش كيعطيني واحد المذاق زوين. كنحتاجو هنا الموطاد واحد المعلقه صغيره وواحد البيضه، نبداو على بركه الله. المهم كنضيفو الزبده، الزبده تكون على حراره المطبخ باش دغيا تطلع لينا، ما كنديروش السكر باش ما يجيش هكايا حلو، هو اصلا خصو يكون مالح. كنديرو هنايا كنخلطو كلشي، الفرماج كنزيدو داك الزويته، اذا كانت بلديه احسن، بلديه كتجي زوينه. وثاني كنديرو واحد طبيصه د الملحه، كنديرو هاد الفرماج، الفرماج ماشي بالضروره انه يكون كيري ولا اي نوع ديال الفرماج بغيتو، بغيتي تكثري من الفرماج كثري ماشي مشكل، غير على حسب الذوق اللي انت كيعجبك، المذاق اللي كيعجبك انت، الا بغيتيه بالفرماج بزاف كثري، ما بغيتيش ديري هاد شويه. كنديرو واحد البيضه، كنخلط انا كلشي في هاد الوصفه هادي، كندير شويه الابزار، الابزار على حسب الضوء اللي بغيتي، هو اصلا هاد الصابلي راه كيجي مملحات، كيجي داك المذاق ديالو ماشي بحال حلو ولا، كنسم شويه ديال الزعتره بالزحتار اللي كما كتقولوا نتوما. عندك هنا واحد المعلقه ديال الموطارد، الموطارد ماشي بالضروره، عندك الموطارد والحار ماشي بالضروره انهم، انا كيعجبوني في هاد الصابلي هذا. المهم هاد الخماره والطحين خليهم بلاتي كناخذ بيدنا كنمعو. المهم كتبقى تخلطي هكايا حتى كيولي بحال البوماد، بحال البوماد، وداك السيت كنزيدو عليه الطريق باش ما يبقاوش داك الحبيبات الزبده ويبقاو يفرقعوا لينا داك الصابلي في الفران، حيت الزبده الا بقات هكاك بالحبوب كتفرقع لينا الصابلي في الفران، ملي كنخشوه في الفران كيسيح ديك الصابلي وكتفرقعوا لينا، ما كيجيش يشد راسو في الفران. المهم غنبقاو هكايا كنمعصو حتى يتحيدو داك الحبيبات. من بعد ما كنطلعوها بحال هكا كنضيفو الطحين، غير واحد الملاحظه ان الطحين كل واحد وكيفاش النوع ديال اللي عنده، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، كاين الطحين اللي تعملي عا شويه صافي كيتجمع العجينه، وكاين الطحين اللي ما كيشربش خصك ديري بزاف على حسب الطحين ديالك، كاين اللي كتجاب 450 غرام تينا كديري وكديري عا بشويه على حسب القياس. كنديرو داك الخماره، كنبداو نجمعو العجينه بالاصابع، ما كنعجنوهاش،
شي كتشوفي العجينه بقى ما تجمعتي وكتزيدي في الطهي باش ما تقصحلكش العجينه. بابا ماما ماما المهم كنبقاو هكا كنحاولوا على الصبيعات هكايا حتى كتجمع لينا العجينه. حاولوا انكم ما تعجنوهاش باش كيجي داك الصابلي شويه مورا ومهرمش، حيت الا عجنتيها كيجي شويه ما بحال مدقاص بحال كتجي شي فيه داك التقرميشه. المهم من بعد ما جمعت العجينه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، غير جمعتها ما دلكيهاش. هانتي شتي كي كتجي باينه فرست فيها ما كتجيش مدهونه. هل القوام ديالها كيفاش كيكون رطبه؟ هي واخا ما كتجمع ملي كتخشي فيها الصبع ديالها كتحس بها رطبه. انا الطحين ما درتوش كله، رشات ليا شي شويه، رشات ليا تقريبا شي نص كاس هكايا حيت الطحين كيشرب. وعلى داكشي انا نقولكم ما ديروش الطحين في تفعه وحده. المهم غادي نخليوها ترتاح في الثلاجه واحد نص ساعه، وديك الساعه عاد نطلقوهم ديوها نشكلوها الشكيلات اللي بغيتو نتومايا على حساب قلت لكم على حساب داك المرشم. كل واحد كيفاش عنده المرشم ديالو، ماشي بالضروره انه يكون المرشم اللي عندي انا ولا لا، المرشم اللي عجبك انت هنايا. خليوها تستريح واحد نص ساعه ونطلعوا من بعد التشكيله. المهم بعد ما كنخرجوها شويه من الثلاجه واحد نص ساعه كما قلت لكم كنشكلوها كريات، كنشكلوها كريات. ها انتم هذه الكره اللي زعما باش ما تجيكمش صعيبه، فرشوا البلاستيك، البلاستيك ما بين البلاستيك والبلاستيك باش تطلع لكم دغيا. المهم كنطلقوها ما نطلقوهاش فهمتي، ما نطلقوهاش رقيقه حيت الا طلقناها رقيقه ماشي بحال الصابلي عادي كنلصقوه، هذا كيجي هكاك غير كل حبه بوحده. الصابلي العادي الحلو كيكونوا جوج كنلصقوهم، اما هذه حاولوا ما ترقوهاش بزاف. انا نوريكم السمك اللي خصو يكون في المملحات. المهم منين كنطلقوها بحال هكا كتكون رقيقه بزاف، ما كتكون غليظه شويه. كنرشوا عليها شويه الطحين باش ما يسقناش المرشم، اي مرشم بغيتي. انا عندي المرشمات صغار باش نوع، المهم نوع باش يجيوني شكيلات زوينين. نتوما يا نوعوا بالمرشمات اللي عندكم. المهم انا عندي النوع بهاد المرشمات اللي عندي، كندوزوا المرشم ضروري خصنا نزودوه في الطحين ولا مايزينا اللي كان عندكم فهمتي باش ما يلصصش. انا غادي نعمل النوع هكا المرشمات ومن بعد نرجع عندكم على كيفاش جات النتيجه. المهم ها الشكيلات اللي درت، كن شويه نرشموهم بشويه الفرشيطه نديرو لهم شي طايبات باش ما يتنفخو ليناش في الفران، ومن بعد كندهنوهم شويه بالبيض ونزينو باش ما بغيتو اللي عندكم. زينو بالفورمال، زينو بالزنجلان، بالسلطه انتي باش شنو بغيتي باش تزيني. المهم انا عطاتني هاد الكميه هادي، بقات لي واحد شويه ديال العجينه انا غندخلها الفران، نزينا شويه بالزنجلان وندخلها الفران ونخرجها نوريها لكم. المهم ها هما كيفاش جبني زوقتهم، كيفاش جاوا في الشكيل ديالهم، كيجيو زوينين كيعطوني دار زوين. انا زوقت السحتار والفرماج والزنجلان، انتي باش ما بغيتي تزوقي باش اللي حاجه اللي كتعجبك زوقي بها. انا غادا نخشيو في الفران ونرجع معكم ان شاء الله. ها نتوما كي كيجيو كيجيو لذاد وبنينين، ها كيجيو مقرمشين ها نتوما. كيجيو بنينين. نتمنى تكون عجباتكم هاد الوصفه ونتمنى تستافدوا منها، وان شاء الله نحط لكم عاوتاني صابليات خرين مملحات حلوين ومالحين ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكر الاخت ديالي جزيل الشكر على المجهودات اللي دارت معايا، وما تنساوش تدعموني بجيم ولايك وشكرا.